سامعني؟ انت سامعك سامعني؟ سامعك، اكمل اكمل، عيد العيد الفكرة. طيب صاحبك يا اخي ابو جهل نايف البكري وينه؟ نايف البكري خلك منه انت، شبوت هو في مكان ما. علشان لما يتكلموا هذا يقولوا رياضة، الرجال تشتغل، قال رياضة، قال هذا تميم المجد بيقابلهم عشان رياضة. حتى اقول لا، نائب رئيس وزعيم التقوا عشان رياضة. على العموم شوف، هي تقفلت عليهم وكل جاهلة، خفوا انتوا عليهم شوية في المساحات، والله اذا حين صار ينام ويطلعوا الحضارة من الحضارة. شوف انا المعلومه اللي وصلتنا انه صرح اردوغان او عبر مكتبه، والجماعه قلت لهم تعرف انت لهم اطر داخليه، سيكون بعد زياره الشيخ محمد بن زايد لتركيا صرح انه سيذهب، او شفنا حتى جابر الحرمي او جابر الحرمي اعتقد، وهو اعلامي كبير في قطر، قال لهم لا تفرحون بهذه الزياره، اذا انتم رحتوا لقطر لا تركيا، فتركيا كلها جاية في تاريخ 7 ديسمبر. الجماعة لقطوها عينوا سفير لقطر على طول اللي هو راجح بادي، وهو كان وزير متحدث رسمي باسم الحكومة اليمنية، ونائب رئيسكم الآن اليمنيين راح إلى تركيا هناك، وفي قاعدة أمريكية هناك، وراح يقابل الشيخ تميم، وجاي اردوغان بعد اسبوع بيلحقه، بيجلس نائب الرئيس، شفنا بيجلس لمده اسبوع كامل، اسبوعين بيجلس هناك، وبيلتقون هو اردوغان، وبيلتقون وبتشوف انت. وقال سالم لا تقول كذا بعدين وكذا، يا ابو خالد البركاني اللي كان اليوم في تركيا. يا ابو خالد يا ابو خالد ممكن اتكلم؟ تفضل، يعني انت تقول مشغول وما اعرف ايش وعندك. انا خلصت يعني، خلقت على جنب كذا بس. طبعا يا اخوه انا اريد عطنا بعجاله هذه الزياره ودلالاتها. حياك. طبعا انا بس بعطيكم مقدمه حتى نصل الى نتيجه، معلش يعني. طبعا يعني هناك في اصوات ارتفعت تطالب اسرائيل بالغاء اتفاق نقل النفط مع ابو ظبي. طبعا هناك لانها تمثل تهديد مباشر لمصالح مصر. وقرأ الان الاعلان عن تدشين خط تجاري يربط الإمارات تركيا عبر إيران. هذا الخط هو سوف يستهدف حركة الملاحة في قناة السويس، باب المندب، وأيضا نيوم، مشروع نيوم حق محمد بن سلمان. طهران أو إيران افتتحت قبل حوالي أشهر طريق تجاري يعني بين إلى تركيا، وهذا الطريق يمكن لدولة الإمارات استخدام هذا الطريق لاختصار يعني زمن الرحلة، وأيضا مسارها الذي يبدأ من ميناء الشارقة إلى كان سابقا إلى بضيق باب المندب، مرورا بقناة السويس حتى ينتهي إلى مدينة اسمها مرسين أيضا تركيا وغيره وغيره. طبعا هذه الزيارة حق علي محسن لها علاقة في يعني العلاقة الإماراتية التركية، يعني في تقارب لافت مؤخرا بعد ما زيارة محمد بن زايد. الموضوع طرح في استثمارات يعني إماراتية في تركيا 10 مليار، له علاقة بموضوع سحب البساط على محمد بن سلمان في مشروع، لأنه يريد أن يصلح هناك شبيه بدبي، يعني يريد أن يستنسخ دبي في نيوم. ف ضمن صراع المصالح والصراع الاقتصادي جاء محمد بن زايد واختصر هذا الشغلة، فذهبت السعودية واستخدمت أدوات أشد عداوة للإمارات، وهو علي محسن، معروف موقف الإمارات من علي محسن. نايف البكري معروف موقف الإمارات من نايف البكري. استاذ انيس، استاذ انيس، هل هذه معلومات او بس تبغى تدق مسامير بين الاثنين؟ لا لا لا، مش مسامير، الموضوع حقيقه بقول لك انا بعدين. فتم اللي عز ان يتحركوا باتجاه الدوحه هؤلاء الشخصيات، وهي كرساله انه يعني انتم تلعبون باوراق ونحن سنلعب باوراق وغيره وغيره. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، محمد ربما يتم طلب موضوع تعزيز الاقتصاد اليمني بحثاً عن وديعة مالية في البنك المركزي، هناك أيضاً من ضمن النقاشات والطرح، ودعم بعض المشاريع
الخاصة بالشرعية. طبعا أبو قطر كانت تدعم وزارة الخارجية اعتماد ميزانيتها كامل، وبعد أن حصلت المقاطعة والحصار وغيره وغيره توقفت هذه المبالغ تحديدا دفعتها السعودية. الآن يريدوا إعادة الميزانية، لأنه هناك يعني حاجة ثقيلة جدا. بدأت السعودية تستخدم سياسة التقشف وبعض الإجراءات الأمنية أو بعض الإجراءات الاقتصادية بما موضوع ميزانيتها وبعض المشاريع التي تبنيها، بذلك لابد أن يستخدموا المال القطري، لأنه قطر كانت تدعم اليمن، لكن كان دعم القطر حاليا في جانب الإنساني يمر عبر الأمم المتحدة، والأمم المتحدة بعدين توزع بالتساوي بين المناطق وكذا وكذا. هذه هي العناوين التي ذهب إليها، هي بمثابة رسالة من السعودية للإمارات، وهي أيضا بالذات استخدام الشخصيات. يعني لماذا استخدمت هذه الشخصيات التي لها تأثير أو لها ثقل، أو ربما يتهم على أنها قريبة من قطر بعد أن ظل الإعلام الإماراتي شغال على هذا الإطار. هناك موضوع أيضا دعم الرياضة وغيره وغيره، بتسمعوا أنتم إن شاء الله بكرة وبعده. هناك ملفات غير معلنة، هناك مناقشات غير معلنة، سيتم الإعلان عن أشياء عامة، لكن في تفاصيل وفي تفاصيل التفاصيل ستتم. هذا في هذا الإطار تدور الزيارة تحديدا. سقط التليفون عندك يا أنيس؟ لا لا، وضحت صورة بس أنا خلاص. خلاص وضحت صورة، يعني هذه هو التفسير أو دلالات هذه. طبعا هذا هذا هو عبارة عن نقل لصوتك وكلامك وليس له علاقة بالمساحة. نحن طلبنا تفسير، كل واحد يشارك برأيه، وسألتك السؤال الواضح، هل هي معلومة أم أنه دق بين الاثنين مسامير حتى نعرفك؟ لا لا. أنت حرش حرش، أنت تحارش. هي معلومة، وأنت ستشاهد يعني مع الأيام القادمة ستعرف الحقيقة، بل وممكن تقرأ اللي حاصل، موضوع الطريق اللي يربط يعني بالإمارات على إيران على تركيا، كلها هي ضمن هذه الشغلة. فهو طيب يريد نربط كلامك اللي قلته، وكأنهم يريدوا أيضا مصالحة مع هذا الكيان أو مع هذه الجماعات وغيره وغيره، لأنه سلكت الإمارات في معادات هذا المكون. يعني تقصد أن الإمارات تجاوزت بعض الخطوط الحمراء على المملكة العربية السعودية بما يخص الملف في اليمن، هل هذا ما تقصده؟ الإمارات تلعب على كل شيء. يعني الإمارات تتواصل مع تركيا، وقد كانت من قبل، أنا نزلت فيديو أيام ما تمت المقاطعة والطيران الإماراتي موجود، ونزلت سيلفي فيديو والطيران الإماراتي موجود، وأيضا هناك استثمارات تركية كبيرة جدا داخل دبي وفي أبوظبي وغيره وغيره، يعني بما فيها موضوع يعني أضخم مطعم وأشهر مطعم حق بوراك الآن في دبي تم استقباله، وهناك يعني أيضا أسواق وغيره وغيره تركية موجودة. أعتقد يا أخ سالم من أنيس ما أثر عليه الغات اللي غزل اليوم. طيب مش مشكلة إذا كان القات، طبعا القات يأثر، يخلي القات الطلبة يابس ينجحوا. اليابس ما يأثر. أكلتوا يا رات يابس. طيب يا رفيق، لو شفت عدر الزبيدي بكرة بالدوحة. وهذا حلو جدا عشان نقول المدعوم قطريا. والله انكم انتم ما انتم فاهمين اللعبه، انتم بس تغنوا مع كل واحد.